اليوم راح ناخذكم تقرير مغاير نوعا ما لمحبين السيارات، وبالتحديد السيارات الكلاسيكيه، من متحف السيارات الكلاسيكيه والتاريخيه والتقليديه في دوله الكويت. تتابع دوله الكويت سيرها دوله عربيه مستقله متعاونه متضامنه مع تغييراتها العربيات. في جامعة الدول العربية محافظة على استغلالها تحميد النفس للنفيس. ولو نبلش مع أول سيارة موجودة على الستيج اللي عندنا هنا، راح نشوف أنها سيارة من نوع فورد لينكن موديل 1962، كانت تستخدم في المواكب الأميرية، وكانت تعود إلى الشيخ الراح رحمة الله عليه أبو الدستور عبد الله السالم الصبح، وأيضا كانت ملقبة بسيارة الدستور. السيارة اللي ورانا عبارة عن كاديلاك فليتوود سنة صنعها 1961، وكانت تعود هذه السيارة إلى الشيخ صباح سالم الصباح رحمة الله عليه أمير الكويت الراحل، وكان يستخدمها في مثل ما يقولون المواكب الأميرية، وبجانب هذا كانت أحد سياراته الشخصية. تعود سنة صنع السيارة الكاديلاك الجميلة هذه إلى 1961. يقول لكم دائما ان اللون الخضر هو لون التفاؤل واللون اللي يبث البهجه داخل نفس الانسان، فما بالكم ان الكرايزلر الامبيريال الجميله هذه اللي انا واقف يمها اللي لونها خضر تعود ايضا الى امير القلوب ابونا كلنا رحمه الله عليه الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير الكويت الراحل. السياره هذه تعد اعلى فئه من سيائر الكرايزلر وافخم فئه من سيائر الكرايزلر، تعود سنه صنعها الى عام 1956. كان يستخدمها الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه لما كان محافظ للأحمدي. راح تشوفون شغلة راح تداعب إحساسكم شوي، راح تضيق خلقكم، لكن راح تشوفون اللي صار من وإلى الشغلة. هي السيارة هذه تم إتلافها في الغزو العراقي الغاشم، وكان يفترض أنها ترسل إلى أمريكا لإعادة هيكلة السيارة هذه وإعادة إحياء السيارة هذه، لكن اللي حصل أنه بسواعد شباب الكويت، بسواعد الشبابية الكويتية الجميلة اللي موجودة في المتحف، قاموا وسووا لها رينوفيشن من الألف إلى الياء عندنا على أرض الكويت. سيارة الإمبريال الجميلة هذه من الألف إلى الياء تم إعادتها وإعادة تصنيعها في الكويت. طبعاً لأول وهلة اللي راح يبطل الباب هذا غير انه راح يحس بثقله، راح يتساءل ويقول السكان ليش موجود على اليمين؟ الحين اقول لكم ليش. طبعا السياره هذه تعود الى رحمه الله عليه ابونا كلنا الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله عليه. السياره هذه ما هي غريبه انها موجوده عندنا بالكويت لكن سكانها موجود على اليمين، لانها احد السيائر الخاصه بالشيخ سعد العبد الله رحمه الله عليه اللي كان يستخدمها في المملكه المتحده وفي بريطانيا، لذلك سكانها كان يمين. ولاول وهله لما تبطلون الباب مثل ما قلت لكم راح تحس ثقل الباب، لان السياره هذه مصفحه بالكامل. بجانب هذا تشوفون الجامه اللي موجوده عندنا هنا عاديه، لكن لما تيون وتطقون عليها راح تشوفون ان الجامه جدا قاسيه وجدا ثقيله. لو تحطون صبع راح تشوفون المسافه الفاصله بين الاصبع اللي داخل والاصبع اللي برا. السياره هذه عباره عن سياره مصفحه بالكامل ضد الرصاص. الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله عليه كان يستخدمها اثناء تواجده في بريطانيا والمملكه المتحده. وصولا الى هذه السياره التي تعد ماستر بيس، مو عندنا هني بالمتحف ولا عندنا بالكويت ولا بالخليج ولا بالعالم العربي، بالعالم كله. السياره اللي وراي هذه ما في منها الا ثنتين بالعالم، وعلى فكره هذه الوحيده اللي موجوده ومعروضه للملأ، والواحد يقدر يقرب منها ويشوفها. مو بالضروره انكم تجيسونها، ثقافه مغلوطه لما تدشون معرض وتجيسون شيء تحسونها، تحسون بوجودها وتقربون منها راح تحسون انها هي قريبه منكم. السياره هذه الجميله عباره عن رولز رويس سيلفر كلاود، اهداها سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الله يطول بعمره امير دوله الكويت الى سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، اللي قام بدوره واهداها الى انتيا متحف السيارات التقليديه والقديمه والكلاسيكيه عندنا هني بالكويت.